من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل غريب يا مظلوم كربلاء. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرتان تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة القلب، إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدم، عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين. ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي عمانا ومن يأوي يتامانا؟ إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا. قم يا علي، فما هذا القعود؟ وما عهدي تغض على الأقدام أجفانا؟ انهض لعلك من أسر أضر بنا، تفكنا وتولى دف قتلانا. أمس المساء والنار ما خلت لنا خيام، صيوان ما ظل تلتجب ظله ليتام. أقبل علي الليل وازدادت الوحشة، ما شوف غير أطفال تا
تتصارخ بدهشة، وشيخ العشير حسين ما حد شال نعشة، مطروح وبجنبه علي الأكبر جسا، وعباس عند البار حيحط الصياوين، وعباس عند البار حيحط الصياوين، يا مر ينهي واخوته كلهم مسلحين، والخيل مسروجة وأهلها مستعدين، مصغين والصايل الصايح ولا منهم جفنا، وحسين من يسمع بك بخيمة دخلها، يسلي الحرمة وياخذ بصدره بحجرة طفلها، وباتت خيمنا مطنبة وتزهار بأهلها، صيوان أخوي حسين حول ترفرف أعلى، ومصيبته والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالمي آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. من جملة ما يرتبط بالصلاة هو وقت الصلاة، والحديث عن وقت الصلاة نتناوله من ثلاث نقاط. النقطة الأولى، من الذي وضع أوقات الصلاة؟ النقطة الثانية، ما يستفيده الإمامية من هذه الآية المباركة في الجمع بين الصلاة؟ والنقطة الثالثة، التركيز على أهمية الصلاة في وقتها. فأما النقطة الأولى، فمن الذي وضع أوقات الصلاة؟ الذي وضع أوقات الصلاة هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فإن الله عز وجل حينما فرض الصلاة لم يجعلها في أوقات محددة، وإنما النبي صلى الله عليه وآله بمقتضى ولايته الشرعية جعل أوقات الصلاة، أي جعل الصلاة في أوقات محددة، ثم أمضى الشارع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. ولهذا يقول زرارة بن أعين: كنت عند الإمام الصادق عليه السلام، فالتفت إليه حمران بن أعين من أسرة آل أعين، وأسرة آل أعين أسرة علمية خرجت الكثير من الأفداد والرواة الذين حملوا لواء العلم والمعرفة، ومنهم زرارة بن أعين، بل هو في طليعتهم، ومن جملتهم حمران بن أعين. فزرارة
ابن أعين يقول كنت عند الإمام الصادق عليه السلام فسأله حمران بن أعين قال له يا ابن رسول الله إن زرارة يزعم أن الذي وضع أوقات الصلاة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وإن الله قد فوض إليه ذلك. فالتفت الإمام الصادق قال هذا ما يقوله زرارة وأنت ماذا تقول؟ فقال حمران بن أعين إن جبرائيل نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله في اليوم الأول بالوقت الأول ونزل عليه في الوقت الأخير بالوقت الأخير ثم قال له وقت ما بينهما يعني نحن جعلنا وقتا ووقتا وعليك أن تحدد ما بين هذين الوقتين. فالتفت الإمام الصادق عليه السلام وقال يا حمران لقد صدق زرارة فيما قال فإن الله تعالى قد جعل ذلك لنبيه محمد. اللهم صل على وإنما أشار على جبرائيل بذلك. المسألة مسألة استشارة بين النبي وجبرائيل فإن جبرائيل لما نزل على النبي صلى الله عليه وآله بالصلاة لم يجعلها في أوقات محددة وإنما النبي استشار جبرائيل واتفق النبي مع جبرائيل في الأوقات التي اختارها ثم أمضى الشارع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. هذه الأوقات التي جعلها النبي صلى الله عليه وآله الصلاة هي التي أشار إليها القرآن بقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. النبي صلى الله عليه وآله حدد ثلاثة أوقات للصلاة. الوقت الأول كما قالت الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس. الدلوك هو وقت الزوال وسمي دلوكا لأن الناظر إلى شعاع الشمس عندما ينظر إليها يضطر لأن يدلك عينيه فسمي دلوكا. هذا الوقت الأول. الوقت الثاني غسق الليل وهو أول الليل يقال غسقت القرحة أي غسقت القرحة أي انفجرت وظهر ما فيها ويقال غسق الليل أي انفجر الليل بالظلام وبدأ في الغسق. أقم الصلاة إلى دلوك أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وقرآن الفجر وقت الثالث وهو صلاة الصبح وإنما سميت بقرآن الفجر من باب تسمية الشيء باسم جزء فإذا أريد أن يعبر عن الشيء باسم جزء من أجل بيان أهميته فيقال للصلاة بالسجود ويقال للصلاة بالركوع ويقال للصلاة بالقرآن أو بقراءة القرآن. إذا أريد التنبيه على أهمية شيء يشار إلى الشيء باسم جزئه. فعلى كل حال فإذا القرآن الكريم ذكر ثلاثة أوقات ومن هنا استفاد الشيعة أيد الله كلمتهم ونور برهانهم بجواز الجمع بين الصلوات على طبق هذه
الآية القرآن الكريم ذكر ثلاثة أوقات، وأما الذي يقول بأن للصلاة خمسة أوقات فليأتي بدليل. القرآن قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذه ثلاثة أوقات للصلاة. فغسق الليل دلوك الشمس هي صلاة الظهرين، غسق الليل هي صلاة المشائين، قرآن الفجر هي صلاة الصبح. ثلاثة أوقات حددها الشارع. وأما الذي يقول بأن الصلاة خمسة أوقات ولا يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فليأتي بدليل قطعي، يأتي بدليل قطعي. ولهذا الرازي من علماء الجمهور ومن مفسريهم، لما يأتي إلى تفسير الآية يقول ونحن وهذه الآية، نحن وهذه الآية كما يقول في مضمون كلامه أن هذه الآية دليل على ما يقوله الشيعة في الجمع بين الصلاة، ولكن الدليل خلاف ذلك. يعني يقول هذه في هذه الآية دليل على ما يقوله الشيعة أن للصلاة وقت واحد ووقتين مشتركين، ولكن الدليل قام على خلاف ذلك ويعترف بأن الآية كما تقوله الشيعة تدل على ما يقوله الشيعة، ولكن يقول الخلاف دل على غير ذلك، مع العلم أنك حينما تأتي إلى روايات القوم إلى رواية الجمهور مثلا مسلم في صحيح يذكر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله صلى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع بينهم بلا خوف ولا مطر. أيضا ويروي في الموطأ مالك بن أنس في الموطأ يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين وبين العشاءين لا لخوف ولا لسفر ولا لمطر. إذن فآيات القوم تدل على أن الحق معا، فروايات القوم تدل على أن الحق معا الشيعة، مضافا إلى أن مسألة الجمع في الصلاة ليست هي مسألة جائزة شرعا وإنما هي راجحة شرعا. ولهذا يقول الفقهاء يستحب الجمع بين الصلاتين، يعني صلاة المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، إلا لمن فرق بينهما بالنوافل. يعني إذا فرق بينهم بالنوافل نعم فهذا المستحب، وإلا المستحب هو الجمع بين الصلاتين. يعني واحد يصلي مثلا المغرب ويمهل فترة ثم يقوم يصلي العشاء، أو يصلي الظهر ويبقى فترة تالي يصلي العشاء. لا، هذا خلاف الاستحباب، ما لم تفصل بينهم بالنوافل فعجل، عجل بالصلاة لا تخليها، بل هذا يكره. يعني هذا خلاف الاستحباب، بل هو كراهية أن الإنسان يصلي فرض ولا يصلي نوافل وتالي يقوم، يعني ما يصلي نوافل ولا يعقب. ثم يقول الجمع الاستحباب هو الجمع، يعني والقرآن يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أيضا رواية وردت عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال الجمع بين الصلاتين مجلبة للرزق، وورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال ما أكثر السواد
إذا المسألة مسألة سواد، ما أكثر السواد، يعني إذا بالكثرة هي احسب واعجز واعجز، ما أكثر السواد، أما والله لا يحج لبيت الله غيركم ولا يجمع بين الصلاتين غيركم ولا يؤتى أجره مرتين غيركم. إذن الجمع بين الصلاة هذه منقبة وفضيلة وخصوصية اختص الله بها شيعة آل محمد. اللهم صل محمد. إذن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي وضع أوقات الصلاة، وجبرائيل والقرآن أمضى ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، ومن هنا استفاد الإمامية في الجمع بين الصلوات. والسؤال هنا، ما فلسفة لماذا الله عز وجل جعل الصلاة مخصصة بوقت؟ ما دام هي المطلوبة 5 صلوات فليصليها الإنسان في أي وقت شاء حسب ما يناسبه، واحد يصليها الصبح، واحد يصليها العصر، واحد يصليها عشاء. هي مطلوبة 5 صلوات، خلاص أنا أصلي 5 صلوات في أي وقت، لا ألتزم بأي وقت. نقول ذلك، طبعا تسأل ما هي الحكمة؟ الحكمة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لكن هنا نطرح 3 الحكم. الحكمة الأولى علاج مرض الغفلة، ومرض الغفلة من أشد الأمراض الأخلاقية والتي حذر منها القرآن كثير وحذر منها الشارع، قال ولا تكن من الغافلين، لأن الإنسان لما يغفل عن ذكر الله يبتلى، ولا تكن من الغافلين. ولهذا ورد في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام قال من صلى الصلوات المفروضة في أوقاتها لم يكن من الغافلين. إذن يخرج من دائرة الغافلين. فإذن أول حكمة هي علاج مرض الغفلة، ثانيا ديمومة ذكر الله عز وجل. القرآن يقول أقم الصلاة لذكري، اللام هنا لام كما يقولون لام الغاية، لماذا الصلاة؟ أقم الصلاة لذكري. فإذا لما تكون الصلاة موزعة على عدة أوقات هذا يؤدي إلى ديمومة ذكر الله عز وجل. هاي الحكمة الثالثة، برمجة وقت الإنسان، تربية الإنسان على برمجة وقته، برمجة وقت الإنسان. هذا مطلب شرعي اهتم به الشارع المقدس، ولهذا ورد في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام قال اجتهدوا، يعني اجتهدوا كل ما في، ابذلوا كل ما في وسعكم، اجتهدوا أن يكون زمانكم 4 ساعات، ساعة لذكر الله، وساعة لمعاشكم، وساعة للقاء أخوانكم الذين يخلصون لكم، الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن، في الباطن، وساعة تخلون فيه إلى لذاتكم، وبهذه الساعة تستعينون على الساعات 3. فالإنسان يكون عنده برنامج يبرمج وقته. فإذا الإنسان إذا برمج، فهذا لأن الإسلام جعل أوقات للصلاة من أجل برمجة أوقات الصلاة. هذه 3
حكم علاج مرض الغفلة، ديمومة ذكر الله عز وجل، تربية الإنسان على برمجة أوقاته. لكن هنالك أحاديث كثيرة وردت عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تؤكد على أهمية الصلاة في وقتها. مثلا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن فضل الصلاة في الوقت الأول على الصلاة في الوقت الأخير كفضل الآخرة على الدنيا. هل يستطيع أحد أن يقيس الآخرة بالدنيا؟ لا تتصور، غير قابل للقياس أصلا، لا توجد نسبة. إن فضل الصلاة في الوقت الأول على الصلاة في الوقت الأخير كفضل الآخرة على الدنيا، مع العلم أن كلا الصلاتين وقعتا في الوقت الشرعي، لكن الصلاة لما تكون في الوقت الأول لها فضيلة ولها خصوصية. وفي تفسير قوله تعالى عن الإمام الصادق عليه السلام: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال هم الذين ينشغلون عن الصلاة في أول الوقت بغير علم. ما قال ما يصلون، وإحنا واحد يقول الذين هم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني الذي يسهو في صلاته، لا مو هذا المقصود. الذي يسهو في صلاته هذا يتعرض له الكثير، يتعرض له العالم والجاهل والرجل والمرأة ما لم يكن معصوم، مو هذا المقصود. فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم، يعني الذين يسهون في صلاتهم، لا، هم الذين يؤخرون وقت الصلاة عن أول الوقت بغير عذر. ما عنده عذر وقاعد، إما مشغول مثلا بمشاهدة التلفاز، أو مشغول بمتابعة مباراة مثلا، أو عنده الآيفون، التلفون هذا عنده فيده، والوقت استوى الأذان أدن هو مشغول. هذا القرآن يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يؤخرون الصلاة عن أول الوقت بغير عذر. لما يكون العذر موجود، نعم، والقرآن يقول فويل، ويل يعني هلاك. إذن على كل حال، وفي رواية ثالثة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: الصلاة في أول الوقت رضوان وفي آخرها عفو، وإنما العفو عن الذنب. ما معنى هذه الرواية؟ معنى هذه الرواية أن الصلاة في آخر الوقت عفو ما عن ماذا؟ عفو عن العقوبة. قد يقول يعني فقد مجرد عفو، نعم، الصلاة في آخر الوقت مجرد عفو عن العقوبة، ولا إذن الثواب لمن؟ الثواب لمن صلى الصلاة في أول الوقت، أما في آخر الوقت هذا يحصل على عفو، والعفو عن العقوبة. ولهذا مو فقط لسان الشارع، حتى فعل الشارع، يعني أهل البيت مو فقط رووا روايات، لا، بل أفعالهم. ولهذا تقول إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله: كان النبي يحدثنا، نحدث ويحدثنا، وإذا جاء وقت الصلاة كأنه لم يعرفنا ولم نعرف. وأمير المؤمنين عليه السلام أنه إذا جاء حضر وقت الصلاة كان تصيبه حالة، يعني
يعني لا إذا أمير يتزلزل إذا جاء وقت الصلاة يتزلزل فيقال له لماذا ذلك؟ فقال كيف لا يكون حالي هذا وقد حضر وقت أمانة عرضت على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فلهذا أهل البيت يؤكدون على مسألة الصلاة في أول الوقت. وقد تسأل لماذا هذا التركيز على الصلاة في أول الوقت، ولماذا الصلاة في أول الوقت رضوان وفي آخرها عفو؟ يقول العلماء الصلاة الأمر بالصلاة ينحل إلى عدة أوامر، في دائرة الأوامر ينحل إلى عدة أوامر. الأمر بالصلاة في عالم الأوامر ينحل إلى عدة أوامر. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لو الله عز وجل قال عبدي صلي الفجر وأنت لم تعبأ ولم تقم، هل خلاص يسقط الخطاب؟ يقول مرة ثانية عبدي أقم الصلاة وهو لا يعبأ، انتهى الخطاب؟ يأتيه الخطاب مرة ثالثة عبدي أقم الصلاة وهو لا يعبأ إلى أن تخرج الشمس. بينما شخص آخر يقول عبده أقم الصلاة فيقوم في أول ويقول سمعا وطاعة فأنا العبد المطيع، فأيهما أفضل عند الله؟ رغم أن الصلاة في أول الوقت هي مجزية، في الدقيقة الأولى، في الدقيقة العاشرة مجزية، في الدقيقة العشرين مجزية، في الدقيقة الأربعين مجزية، لكن أيهم أفضل؟ هذا الذي بادر رأسا وقال سمعا وطاعة أنا عبدك المطيع، أم ذاك الذي جاءه عدة نداء عبدي أقم الصلاة عبدي أقم الصلاة عبدي أقم ولم يقم، فأيهما أفضل؟ لا شك أن من بادر إلى الصلاة في أول الوقت فهو الأفضل، ولذلك الصلاة في أول الوقت رضوان وفي آخرها عفو، وإنما العفو عن الذنب والعفو عن الذنب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصلاة في أول الوقت. وأما مسألة الاحتياط بتأخير الصلاة صلاة الفجر فهذه مسألة راجعة إلى المكلف ونفسه، إذا اطمأن بتأخير الوقت فذاك إلا، فالأفضل أن الإنسان يصلي الصلاة في أول الوقت. ولهذا تجد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يؤكدون على مسألة الصلاة في أول الوقت. الحسين عليه السلام يوم العاشر من المحرم كان مشغول بقتال، ولكن ما أن حضر وقت الصلاة وإذا به يطلب من القوم قال امهلونا حتى نصلي لربنا. الله أكبر، في أشد في أحلك الساعات الحرجة قتال، ومع ذلك الإمام الحسين عليه السلام يطلب من القوم أن يمهلوه للصلاة، فيلتفت الحسين بن نمير التميمي لعنة الله عليه فيقول إن صلاتك لا تقبل، صلاة الحسين لا تقبل، إذن تقبل صلاة من؟ فيرد عليه حبيب بن مظاهر الأسدي فيقال لا تقبل صلاة الحسين ابن بنت رسول الله وتقبل منك صلاتك يا خمار أو يا حمار؟ قد يقول
هؤلاء بدل أن يصلوا لربهم وإذا بهم يتقدمون إلى قتل ابن بنت نبيهم. الله أكبر. ولهذا الحسين لما كان يصلي رموه بالسهام، يعني من جلد ما فرغ الحسين من الصلاة، وإذا بخمسين من أنصاره وقد سقطوا واستشهدوا. لكن هؤلاء، هل هؤلاء صلوا؟ بدل يصلوا لربهم يتقدمون إلى قتل ابن بنت نبيهم ويرمونهم بالسهام. وليت السهام اقتصرت فقط على الكبار، بل نالت حتى الأطفال الصغار. ولهذا حرمل لعنة الله عليه لما أوقفه المختار للمحاكمة، قال: يا حرمل، ماذا صنعت يوم العاشر؟ قال: كان لي 7 سهام، أصبت 4، أخطأت 3. قال: ما هذه السهام يا حرملة؟ لما أوقفه للمحاكمة قال: سهم وقع في عين أبي الفضل العباس فطفاها، والسهم الثاني الذي وقع في قلب الحسين، الله أكبر، والسهم الثالث الذي وقع في نحر عبد الله الرضيع، والسهم الرابع قال الذي وقع في نحر عبد الله بن الحسن الأصغر. هذا كان عند مصرع عمه الحسين، فوجه إليه حرملة بسهم فذبحه. قال له: ما أقسى قلبك يا حرملة، ولا سهم من هذه السهام انكسر قلبك؟ قال: بل انكسر قلبي. لمن؟ قال: لعبد الله الرضيع. لما أحس بحرارة السهم انتزع يديه من القماط وهو يرفرف كأنه الطير المذبوح، واعتنق رقبة والدي الحسين، وضع الحسين يده في منحر الطفل، وامتلأ دما عبيطا، رجع به إلى المخيم، استقبلت ابنته سكينة، قالت: أبا حسين، هل سقيت أخي الماء وجئتنا ببقيته؟ قال: كلا بني، خذ يا أخاك مذبوحا من الوريد إلى الوريد. آخ آخ، نادت بويا سقيت خي وجيت نفاضل الماي، بالعجل برد غليلي من الظما ذايب حشا، خان بي دهريش بيدي على الذي روي ضماي، جذب حسره وحط اخوها بين ايديها ومدده، صاحت: اش صاير بخيي؟ تمدده فوق الثرى، قال: انا لا تنشديني وشوفي بحال اشجره، صدت للنيم فارق ولو داج مهبره، صرخت ونادت: يا خويا اشهد ذنب من نكسده، صغيرون حلت جسمي بونتك والقلب ذا، وسفة يمدلل يضيل معفور خدك على ترى، للرضيع بعجل قومي وافرشي له يا ربا، دايب من الشمس خده وساد جيب وسده، طلعت أم من المصيبة تصرخ بحال فظيع، طفل ومخضب بدمك يا عبد الله الرضي، ردتك التالي زماني لا أضل حرمة وضيع، كان لي يصير سلوى لتروحي لك فدا. آه
الصراخ وكل رضيع يغتدي ثدي أمه. يا الله, يا الله.